تكلمنا وتكلموا مع الإخوان رحمة مجموعة المسائل اللي تتعلق بالمتخذ الرابطة وغيره نعرف عنها. هذه المسألة مش مغلطوش الناس مش تكون واضحة. النقطة نهار 13 الدورة السابقة عام 13 على أجل على السنة دي أننا نعطيو الأراضيج والمكان المستقل للماء والكهرباء أن هي تسير هذه المسألة ونعطيها في 2012 ولحد الآن وكان المستقل للماء والكهرباء ما قاد تمشي ضوء في هذه الدول هذه والسي كان معنا السيد مونتي ديال الأراضيج هنا ورأيو احنا نسألو قول لنا علاش لحد الآن ما داش وباش نقضوا هذه المسألة ونقضوا هذه الناس أن نعطيوهم على الأقل يشربوا تما الماء ويحسوا بأنهم راهم مواطنين وأن الناس اللي كيعيشوا معنا هنا في المدينة. حنا كنشربوا سيدي عليك الدواء ما كاناش كنعطيو نشربوا ما داروا به. هاد الناس مسكرة بين ما داروا به ما لقاوش. دار اجتماع في العمالة نهار طوا لودي ساب طوا على أساس أنه هو يتلغى القرار الأول ديال الاتفاقية أنها تمشي للأراضيج وتبقى عند لونيف مؤقتا نعطيو لهاد الناس الماء إلى حين الأراضيج تقوم بتجهيزات أساسية وتعطي هاد الناس من الوضحة المسائل اللي كتعلق بالمسائل الأساسية ومن بعد الأراضيج عقوبة ماشي كما مازال أن الدواء داخل المدار الحضاري راه الرزو عندها. المسألة الثانية هي ما نبقاوش دايما نديرو نقولو بأن الرئيس ولا المجلس ما دارش الحمد لله المجلس دار واحد المجموعة ديال الحوايج باش ما نغلطوش الناس. راه لي بانو راه الصفقة ديال البلدية الصفقة شبه رئيس مجلس بلدي راه كلشي كاين الفلوس حتى الدعم اللي كيهضرو عليه الوزارة الداخلية راه الرئيس اللي مشى جرى ووقف على هاد المسائل باش جاب الفلوس هادي راه ما وقفش على شي واحد آخر ما وقفش تكون عليا وهاد الأشغال وهاد المسائل اللي كدار في المدينة راه عبر التاريخ راه الأرصفة ما عمرها تصاوب التاريخ ديال المدينة ونكونوا عندنا الشجاعة ونقولوا بأن هذا الرئيس راه خدم ودار واحد المجموعة ديال المجلس ديال دار واحد المجموعة ديال الحوايج والفترة كنرجع للمجلس كامل ما كانش عشان رئيس بوالي ما ندوش نغلطوا في عباد الله واش ما نصيبها. إذا شكرا.